السلام عليكم، معكم الأستاذة ابتسام مجيد من مديرية مولاي يعقوب جهة فاس مكناس. كنت من بين 20 أستاذ تم الاختيار ديالهم باش يشاركوا في هذا التكوين تحت عنوان قراءة ويكيبيديا في القسم. هذا التكوين كان الهدف دياله بالأساس أننا نتمكنوا من تقنيات إنتاج مقالة، نعرفوا الأهداف ديال ويكيبيديا وكيف يمكن للأستاذ استخدام ويكيبيديا داخل القسم. وكنت جد محظوظة أن نتلقى بمجموعة من الأساتذة من جميع جهات المغرب وأننا نتناقش في مجموعة ديال الأهداف ومجموعة ديال الأفكار. وشكرا بزاف لكل المشرفين والقائمين على هذا التكوين.